يعني هذا شرف عظيم لي أن أكون هنا في مدينة تونس في هذا اللقاء السنوي للمؤسسة التعليم لأجل التوظيف. أنا برأس هذه المؤسسة بفلسطين، وهذه المؤسسة بدأت باكورة أعمالها قبل حوالي 9 إلى 10 سنوات. هي بدأت بمبادرة عظيمة من رجل أعمال أمريكي متقاعد اسمه السيد رون برودر في نيويورك وواشنطن، لتعنى بالشباب العربي على مستوى الوطن العربي. بدأت باكورة أعمالها في مدينة غزة بفلسطين، وثم انتقلت إلى الأردن وإلى المغرب وتونس ومصر واليمن، وقريبا ستكون أيضا في السعودية، ولنا مكتب تمثيلي في مدينة دبي في دولة الإمارات. نحن بلا شك نعنى في مستقبل الشباب العربي. نحن نعي تماما التحدي الكبير أمام المجتمعات العربية بشكل عام في قضية التوظيف وقضية التعليم الصحيح والسليم وبحث لفرص عمل مستقبلية لهؤلاء العاطلين عن العمل والجيش الكبير من خريجي الجامعات المختلفة. الوطن العربي بحاجة لكي يستحدث أكثر من 100 مليون وظيفة خلال 15 سنة القادمة، فبالتالي هذا تحدي كبير. هذه المؤسسة بدأت بإدخال مناهج جيدة، بدأت بتطوير يعني المناهج التي تتلائم مع خصوصية كل مجتمع عربي وكل خريج، وتتحدث بلغة عصرية من حيث التوظيف والتدريب والتأهيل لهؤلاء العاطلين عن العمل والباحثين عن فرص عمل مختلفة. نتحدث بمساران: المسار الأول وهو التدريب والتأهيل في قضايا التخصصية لهذا الخريج وهذه الخريجة، ومسار آخر نتحدث في الريادة بمفهوم الانتربرينورشيب الذي تفتح آفاق أيضا مستقبلية للباحثين عن وظائف بمبادرات ريادية لهم في مجتمعاتهم العربية المختلفة. في السنة الماضية استحدثنا حوالي 4500 وظيفة في 2013، نتحدث عن استحداث حوالي 20,000 وظيفة في 3 سنوات القادمة في هذه المجتمعات العربية مجتمعة. نحن نساهم بجزء بسيط أمام هذا التحدي الكبير، ولكن الحمد لله يعني نمشي بخطى واثقة بعصرنا مهمة لهذه المناهج وبأساليب عصرية متطورة تلائم احتياجات المدن والعواصم العربية المختلفة، وتتحدث بلغة الخريج من الجامعات العربية بأهمية أن يكون له مستقبل أفضل وأن يبحث له عن وظيفة تتلائم مع تخصصه من ناحية ومع احتياجات المجتمع من ناحية أخرى. فهذه الجسر الذي وضعناه نحن في المؤسسة مؤسسات التعليم لأجل التوظيف على مستوى العالم العربي، وفي اجتماعنا هنا في مدينة تونس بالتحديد المؤتمر السنوي الماضي كان في مدينة الدار البيضاء كازابلانكا في المغرب، واليوم ها نحن في تونس على مر يومين نجتمع يعني هذه المجموعة من المجلس الإدارة والإدارات التنفيذية في واشنطن وفي كل الدول العربية المشاركة في هذا البرنامج. فنحن نجتمع حوالي 60 إلى 70 شخصية مفكرة قادر على إعطاء وإثراء برنامج المستقبل للسنة القادمة وللسنوات القادمة، والحمد لله نجحنا بأن نضع لأنفسنا موطئ قدم صحيح وسليم، ونضع يعني الثقة في هذا الشباب الذي يبحث عن بوصلة له لمستقبله ولكي يستطيع أن يكون له دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولبناء مستقبل أفضل له في المستقبل.